علاقتك بعالم الجن الحقيقة أستاذ عمرو علاقة غريبة جدا ومثيرة جدا وعليها علامات استفهام كتيرة محتاجة منك تفسير، زي قصة الراجل اللي كان بيرقي بالقرآن وتوفى، وقصة البنت اللي كان عاوز يتجوزها جن. أنا أقول لحضرتك القصتين دول أنا استخدمتهم في عملين من أعمالي. العمل الأول كان اسمه سر الحانوتي. أنا في البداية كنت عايز أدخل عالم الحانوتية وأعرف الحاجات اللي بيواجهوها، لأن ما فيش حانوتي ما عندوش قصص إن هو قابل حاجة موارئية أو حاجة غرائبية أو واجه حاجة جوه المقابر، أو هو بيفتح يعني مثلا كان يقولك في واحد زمان لما فتح المقبرة لقى تعبان كبير، وده كان دليل على إن الميت ده كانوا بيقولوا كده يعني الميت ده مش كويس أو حاجة زي كده، لأن التعبان كان كبير فكرهم بالثعبان الأقرع يعني وحاجات زي كده. فأنا من جوايا قلت لا أنا عايز أخد العالم ده، عايز أدخل العالم ده، عايز أشوفه. فأنا كنت أعرف واحد من العيلة دي، من عيلة اللي هم الناس اللي هي إيه حانوتية، بس مش في بلدنا، في بلد تاني. الشخص ده قلت له كان في يعني صديقة ليا كانت عايزة معلومات عن شوية حاجات عن الجن وموضوعات كده شائكة شوية، فأنا قلت أما أسأله. فلما جيت أسأله قال لي الحاجات اللي أنت بتتكلم فيها دي فيها حرمانية، ما أقدرش الحاجات دي حرمة للميت، ما نقدرش نقولها حتى لو حصلت وإحنا دارينا عليها أو أنكرناها أو حد بلغ بيه الشر إن يعمل حاجة زي كده فإحنا بنداريها. قلت له تمام، طب سيبك أنت من الموضوع والقصة دي كلها، ما تحكي لي شويه حاجات استفاد بيها، انا عايز اعمل كتاب عنه. قال انا عندي حكايه، قصه غريبه جدا هحكيها لك. انت تسمع عن فلان الفلاني؟ قلت له اسمع عنه. الراجل ده كان راجل كويس جدا، بيقول انه معالج بالقران الكريم، دايما بيحضر الجلسات العرفيه، دايما بيصالح بين الزوج والزوجات، يعني لو في زوجين عندهم مشاكل بيتدخل، لو في ناس عندها مشاكل. فالراجل ده كان سيرته كويسه والراجل ده كويس جدا. فبقول له ايوه. قال لي كان في مشكله كبيره عند الراجل ده هحكي لك عليها، بس انت لو جيت في يوم ذكرتها لا تجيب اسامي ولا تقول شيء، لان السر مات واندفن معاه. فبقول له ايه اللي حصل؟ قال لي لما جه اخويا، طبعا كان اللي يغسل في الاساس والدهم الكبير، بس لما كبر بقى والسن والشيخوخه اللي مسك بعديه المهنه دي الاخ الكبير، والاخ الصغير بيساعده اللي هو ايه انا كنت متعرف عليه. هو ما كانش صديقي جدا يعني، كان كنت متعرف عليه وقلت استغل في النقطه دي. فبيقول لي الشخص ده لما انا جيت اغسله ودخلت، انا دخلت قلت اجهز بقى الحاجه والكفن والكلام ده كله، ففوجئت ان المكان مقبض، في احساس مقبض كريه، مش طايق انا المكان. ازاي يكون راجل بالصلاح ده والمكان من حواليه فيه الاحاسيس السلبيه الشديده دي؟ قلت ما فيش مشكله خلاص انا هبدا اجهزه. بدا يجهز، بيقول لك انا اول ما بدات اقرب حسيت ان فجاه الجو سخن. ايه اللي بيحصل ده؟ بعدين قرب اكتر لقى فيه زي خيال بيلف حول الجسم، مش عايزه يقرب، مش عايزه يقرب من الجثمان، مش عايزه يقرب من الجثمان. فاتصل على مين؟ على اخوي جيله، وجاب الناس اولاد الراجل ده وقال لهم يا جماعه تعالوا معانا ندعي ونشوف، وخرجوا لي الستات كلها من البيت. احنا عايزين البيت بس والناس كلها تتوضى وتيجي وندعي ونشوف ايه اللي بيحصل، لان في مشكله حاصله. طبعا هم دخلوا، لا صاحب اللي حكى لي ده شاف حاجه ولا ايه، ولا الاولاد الثلاثه شافوا حاجه. تمام؟ لكن هو بيقول ان في مشكله وهم حاسين ان في مشكله، بس هي مش عارفه. فبرضه قعدوا يقروا قران ويدعوا ويعملوا ويحاولوا يقربوا، في مشكله بتحصل مش قادرين يقربوا، في حاجه بتنفرهم من المكان. فاتصل على، فبعتوا حد يجيب بابا. طبعا بابا كان شيخ كبير، واول ما جه اول ما دخل من الباب دار وشه وباصص على نفس الناحيه اللي بيبص على ابنه الكبير، قال الملعون. يقولوا انت ايه مين الملعون؟ احنا مش شايفين حاجه. قال لهم ده شيطان. قال لهم طب والشيطان عايز ايه من ابونا؟ قال لهم ابوكوا ساعد في انه الشيطان ده، كان بالتاكيد كان واحده ملبوسه هو ساعدها بالقران انه يطلعها، بس الشيطان ده ما غفرش لابوكوا اللي هو عمله، هو بيحاول دلوقتي يأذيه باي شكل من الاشكال بعد ما مات، لان كانت وهو حي ما يقدرش عليه.
فقالوا له انت ليه مؤمن بالموضوع ده؟ يعني انت بتحكي عن حاجه مش موجوده وانت كده بتسوق سمعه ابونا. قال لهم لا يا جماعه، انتوا فعلا حاسين وانا حاسس، بس انتوا دلوقتي لازم توقنوا ان ده موجود عشان احنا دلوقتي نقدر نصرفه، لان الراجل ده يستحق ان هو يندفن دفنه لائقه ومشرفه. الراجل ده طول عمره بيعمل خير، الراجل ده انا عارفه، الراجل ده حذرني وقال لي انا ممكن الخير اللي بعمله يأذيني في يوم، فعايزك تكون موجود. فانا جيت، لو انتوا ما بعتوليش انا كان ممكن كنت هاجي. فقالوا له والله احنا كل اللي يهمنا انك تدفن ابوك. الراجل بدا يقرا قران، وبالفعل قال لهم قبل ما يقرا القران قال لهم لازم تكونوا مؤمنين باللي انتوا بتعملوه، ان القران ده او الدعاء اللي بتدعوه هيطرد الشيطان ده، هيطرد الشر ده. وبالفعل مع قوه ايمانه هو واللي هو بس جواه قدروا انهم يطردوا الهقوال الكهني اللي كان موجود ده. فلما بسال صاحبي طب هو كان ايه؟ كان عفريت؟ كان جني؟ كان شيطان؟ قال لك ده حاجه اسمها العابرين. بقول له العابرين ده؟ قال لي ده بيبقى جني مكلف بمهمه معينه وفشل فيها، فبقى مطرود من العالم بتاعه، مش قادر يرجع، وفي نفس الوقت خايف من اللي هو الناس الموجوده في العالم بتاعكم، فهو عايز ينتقم، عايز يرد كرامته او حاجه زي كده عشان يستقبلوه في العالم بتاعه، فهو بيفضل رايح جاي فيسموهم العابرين. قلت له هو بصراحه الموضوع بالنسبه لي غريب شويه بس انا هصدق. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.